منتخب مصر لكرة اليد اللي مستمر الحقيقة في انتصاراته بعد فوزه امبارح على أمريكا بنتيجة 35-16، وبهذه النتيجة بيتصدر المجموعة السابعة اللي كانت بتضم أمريكا وكرواتيا والمغرب، ومنتخبنا الوطني كده يبقى نجح في عبور الدور الأول بالعلامة الكاملة متفوقا على هذه المنتخبات الثلاثة. هنتكلم مع حضراتكم دلوقتي عن فوز منتخبنا الوطني مع كابتن محمد عبد الوارث نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق لكرة اليد. صباح الخير عليك يا كابتن، ومبروك فوز المنتخب والأداء الكبير الرائع اللي يعني تم في الماتشات الثلاثة، وكمان الفوز الكبير امبارح على أمريكا. صباح الخير عليكم جميعا، ورب كده تبقى يوم جميل علينا جميعا يا رب. يا رب. صباح الخير عليك يا كابتن. صباح الخير. نتكلم طبعا على منتخبنا. الفترة اللي فاتت طبعا في اندماج كبير جدا، اداء منتخبنا في بطولة العالم والاولمبياد الفترة الاخيرة اداء طبعا هايل، لان بنبقى موجودين من ضمن المربع في اولمبياد، دي طبعا دي حاجة كويسة جدا. ادائنا البطولة دي الفريق داخل عارف هو رايح يعمل ايه، برغم ان احنا عندنا غيابات، اصابه يحيى خالد، زائد ان هي عصام الطيار مش موجود، زائد احمد الاحمر اللي هو الاعتزال بتاعه، طبعا دي طبعا اثرت على الفريق، بس الحمد لله باروندو قدر يجهز ناس لعيبه موجودين من الشباب ان هي تقدر تشيل وتسد المكان، وده اللي احنا شفناه في البطوله في الماتشات الاخيره دي. طبعا الحمد لله منتخب مصر كان مجموعته زي ما حضرتك قلت كرواتيا مغرب امريكا، الحمد لله اللي احنا قدرنا نتفوق عليهم. منتخب كرواتيا طبعا منتخب عنيد، بس الحمد لله منتخبنا قدر ان هو يسيطر على المباراه من البدايه، ودي اللي احنا طبعا متعودين علينا منهم. والفتره الاخيره المنتخب كان اداؤه بصراحه هايل جدا. طبعا منتخب امريكا بالنسبه لنا منتخب لسه في بدايته، لسه ما عندوش خبرات، فطبعا السكور اللي كان موجود ده طبعا ده بالنسبه لنا ده الوضع الطبيعي. منتخب المغرب طبعا في لعيبه كويسين جدا، لعيبه محترفين، قدرنا ان احنا برضه نسيطر على المباراه من البدايه، وان احنا نقدر نطلع من الدور الاولاني ان احنا نبقى علامه كامله زي ما حضرتك قلتي. والحمد لله ان منتخبنا مأدي اداؤه 100% لغايه دلوقتي، وان شاء الله الفتره الجايه تبقى برضه مجموعة اللي احنا داخلينها برضو مجموعة قوية، فنقدر نشتغل عليها الفترة الجاية ان شاء الله، ونبقى من الاوائل ان شاء الله. عظيم. ايه الميزة يا فندم في تحقيق العلامة الكاملة ان انا اتصدر المجموعة؟ ايه الميزة في ده؟ الميزة طبعا ان احنا بالنسبة للبطولة ولا بالنسبة للاداء بتاعنا ولا إيه؟ بالنسبة للبطولة. بالنسبة للبطولة طبعا الميزة ان انت تبقى داخل اول مجموعة، دي بتفرق معاك كتير جدا، ان انت بتقابل مش منتخبات اقوى حاجه في الاول، فطبعا انت بتبقى واخد البطوله، نظام البطوله بيبقى بالنسبه لك داخل تدريجي، وده طبعا دي حاجه بتبقى كويسه، بتبقى لمصلحه الفريق. فطبعا المجموعه دي حاجه كويسه بالنسبه لنا، حتى احنا بعد كده وده اللي حصل في عظيم، ده اللي حصل معانا في الفتره الاخيره. احنا نبقى موجودين ضمن المجموعة، معانا بلجيكا، معانا بحرين، الدنمارك، بحرين معانا، الدنمارك هو فريق الدنمارك تقريبا اللي هيبقى المنافس بتاعنا الفترة المجموعة الدور الثاني. فطبعا احنا بتكلم على ترتيبنا، هنبقى احنا منتخب الدنمارك احنا بنلعبه اخر فريق، فطبعا دي بالنسبة لنا هتبقى الوصول للنهائيات تدريجيا، دي بتفرق كتير طبعا مع اللعيبه، ودي بتبقى بالنسبه كمدرب موجود بتبقى بالنسبه له برضه ان هو يقدر يشارك كل المجموعه، ان هو يقدر يدخل الناس كلها في المود بتاع البطوله، فدي طبعا بتفرق كتير جدا. امام منتخب زي الدنمارك حامل اللقب، اعتقد انه لازم يعني ننزل بكل قوتنا يعني. لا اكيد طبعا منتخب الدنمارك منتخب عنيد، منتخب حامل لقب طبعا. بس احنا عندنا ميزه ان منتخب الدنمارك طبعا دلوقتي احنا اخر مباراه بيننا وبين الدنمارك كانت مباراة عنيدة جدا، منتخب الدنمارك عارف ان هو بيلاعب فريق قوي جدا بنفسه، الموضوع جوه الملعب الموضوع مش هيبقى بعيد، فدي طبعا دي بالنسبة لنا خطوة كويسة ان احنا يبقى فريق الدنمارك طبعا بيبقى نازل عامل لمنتخب مصر حساب كبير جدا. طبعا هيبقى دي المباراة طبعا هتبقى الفاصلة ما بيننا وبين الدنمارك، دي هتبقى يعني دي هنستناها بقى، يعني
دي في الملعب، وان شاء الله تبقى المباراه بتاعتنا ان شاء الله. انا اعتقد ان الماتش اللي فات وصلنا لوقت اضافي، شوطين اضافيين، ويمكن كتير من المعلقين كانوا بيتكلموا عن انه ده ماتش ضربات جزاء طبعا، بس ما حالفناش الحظ فيها. ف دي طبعا كلنا عارفين ان هي ضربات الجزاء دي برضه بتبقى حاجه مختلفه تماما، ان ادائها فيها نسبه حظ كبيره، فربنا ما ارادش يعني ان احنا نبقى الحظ يحالفنا فيها يعني. عظيم، احنا دايما باصين لقدام يعني، احنا كمان بعد هذه المباريات الثلاثه احنا هنقابل السويد، فاحنا مستعدين ان احنا نوصل او بنجهز نفسنا ان احنا نوصل لابعد نقطه. حتى بنحاول كجمهور، يمكن اللعبه بقت جماهيريه خلال الفتره اللي فاتت يا كابتن، وكجمهور بقينا نعول على هذا المنتخب في انه لازم يحصل على ميداليه في كاس العالم. لا هو اكيد طبعا، اكيد ان شاء الله طبعا، ربنا يعني ربنا يكرمنا ان شاء الله وان احنا نقدر نحصل على ميداليه في بطوله العالم. وانا طبعا انا قلتها كذا مره ان هو الموضوع مش بعيد، الموضوع في ايدينا، مفيش حاجه مستحيله نقدر. والمجموعه اللي موجودين بصراحه مجموعه هايله جدا، و وقد المسؤوليه، وان شاء الله يشرفوا منتخب مصر، وان شاء الله ان هم يقدروا يرجعوا من البطوله دي بميداليه. وزي ما قلنا ان هي تدريجيا، باروندو هو عارف هو بيعمل ايه، مدرب من المدربين المحترمين جدا، ان هو عارف حاطط بلان شغال عليه الفتره الاخيره، والحمد لله ان هو البلان ده ناجح جدا. ويعني انا اتوقع ان شاء الله ان هم في البطوله دي ان شاء الله هنبقى من المربع، وان شاء الله نرجع بميداليه ان شاء الله. يمكن كمان اللي مطمن الناس فكرة انه مستوى اللعيبة مبهر بشكل كبير، ولو ان الماتشات اللي فاتت يمكن مش كل اللعيبة كانت بتنزل، بنلعب بنص الفريق الاساسي ونص الفريق التاني اللي بقى تقريبا دلوقتي اساسي، لدرجة انه احنا مثلا غياب كبير زي كابتن يحيى خالد ما حسيناش بيه من كتر ما مستوى اللعيبة ما شاء الله كبير يعني. لا اكيد طبعا، اكيد طبعا. لعب لاند بول تختلف شويه، ان دايما لعب لاند بول مفيش حاجه اسمها اساسي، ومفيش حاجه اسمها ان هو لاعب تاني. لا احنا كل لعيبه لازم تبقى بالنسبه للمدرب لازم تبقى جاهزه 100%. احنا لعبه عنيفه جدا، لازم يبقى كل المجموعه اللي انا مختارها لازم تبقى الفروقات مفيش فروقات ما بينهم، لازم يبقى في انماط مختلفه من لعيب للعيب، عشان ازاي انا اقدر اغير شكل اللعب لو طريقه اللعب اللي قدامي اختلفت. فانا بالنسبه لي من وجهه نظري طبعا ان هو مختار احسن عناصر موجودين في المنتخب، وفي طبعا عناصر طبعا مش موجوده وعناصر كويسه جدا. تاثير يحيى خالد طبعا 100% طبعا اثر، بس الحمد لله ان هم اللعيبه قدروا يلموا نفسهم، ان هم ان باروندو كمان يقدر يدخل اثنين لعيبه شباب، من ضمنهم واحد مهاب سعيد لعيب شاب لسه عنده 19 سنه، ومحسن رمضان لعيب برضه من ضمن اللعيبه اللي هو طول عمره منتخبات الشباب، دي بالنسبه له تقريبا اول بطوله ويظهر فيها، فهو طبعا ده حافز كبير جدا ليه ان هو يظهر بشكل كويس، ان هو صحيح. يقدر يثبت نفسه في المكان ده ويؤدي دوره. هم بصراحه الاثنين ماشيين مأدين دورهم 100% بصراحه. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا لكره اليد في بطوله كاس العالم، ان شاء الله يتوجوا بميداليه. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن محمد عبد الوارث، نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق لكره اليد، شكرا جزيلا ليك.